فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يفتي للمأموم بعدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وهو يقرأها؟ كيف؟ ما حكم من يفتي بعدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم لكن هذا المفتي يقرأها؟ ما يمنع قراءة الفاتحة في الصلاة إلا إذا جهر الإمام، فالمأموم ينصت ويقرأها في غير قراءة الإمام، في سكتات الإمام. أما أنه ينهى عن قراءة الفاتحة، هذا لا يجوز النهي، هذا خلاف السنة، فيقرأ الفاتحة مهما أمكنه في سكتات الإمام. نعم.